إذا السلام عليكم مرة أخرى الإخوان، أتمنى أنكم في متابعة الأخر. الناس اللي مازال ما اشتركوا في قناة أوليز نيوز اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش دائما إلا حطينا شي فيديو يوصلكم ديما الأولين. كما شفتوا الإعلام التونسي تحدث على الفجر اللي دار وليد الركراكي وكذلك اللاعبين المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يحضر المباراة النهائية وغادي يعطيو الدفعة قوية للاعبي الوداد الرياضي، بحكم ان حتى بعطية الله والعديد من اللاعبين كيلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم، واكيد غادي يعطي واحد الدفعة قوية باش ان الوداد الرياضي البيضاوي ان شاء الله يحقق هذه اللقب امام الاهلي المصري. للاعلام المصري كيعطي واحد الدفعة وكيضغط باش انهم ما يخسروش هذا النهائي الثالث. وكذلك ياسين بونو اللي قالوا يقدر غادي يمشي للدوري السعودي وهو محرز الجزائري، ونقولوا كامبي اللي كاين في تشيلسي السعودي اللي غادي يخسر بزاف ديال الفلوس باش ان الدوري ديالها باش يطلع باش يكون فيها اكبر النجوم، ماشي غير اللاعبين الكبار حتى اللاعبين اللي مازال صغار في السن. نتمنى ان بونو ما يمشيش للدوري السعودي حاليا لان غادي نحتاجوه في كاس افريقيا، وخصو تكون عنده التنافسيه في الدوري الكبار مثل الدوري الاسباني والالماني ولا الدوري الايطالي. اذا الاخوان ما نطولش عليكم، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه ونتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.